تبارك الله الخير سالينا هذا هذوك سالينا الحاجه 54. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعين متابعات خرج تي في عبر اليوتيوب. يمكن تواجدوا في سوق 2 برشيد ان شاء الله غادي ندخلوا باش نقول لكم الاجواء ديال الكتيبه والاثمنه ونشوفوا الاحوال ديال السوق كيفاش دايره. وما تنساوش تبارطاجيو وديروا جيم وتفاعلوا مع زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. وحاولوا تدعموا ان شاء الله القناه باللايك ديالكم باش القناه ديما يعني تنقل لكم الاخبار ديال الكتيبه. وتبارك الله عليكم وتابعوا معنا لا فيديو. تمن اخوتي سليمة 50 جملة فرادي فرادي 56 فرادي 56 اش دير في السنة هذا؟ السنة الجاية بارك الله. المركز منين؟ ذاكرة ذاكرة. تالي الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم 54 54 جملة. واش دايرين في السم؟ تبارك الله. المركز منين هذا؟ اقرا تبارك الله. خويا تالي هذا 72 تبارك الله. اش داير في السن؟ 2 المرقد ديالو منين هذا؟ بوفروج. اليوم كاين ما كاين الفروج اليوم. صحاب السكريات هو توا كاين. العدروس من جبل. نين وسبعين تبارك الله. اش داير في السن؟ اثنين تبارك الله. مرقد العيدي تبارك الله. مرقد بوفروج. مرقد بوفروج بوفروج. صاحب الجي كيف هو؟ اللي قاعد ندير لكم خواطر. خويا الثمن تالي؟ 66 66 اش داير في السنة هذا؟ 2 تبارك الله. المرقد؟ سيد العيد 2 تبارك الله. عينكم ماما. بارك الله. كيسرات سالينا الخير تبارك الله. الله. والبيع ديالها شحال؟ شحال كتقول فيها؟ كنقولوا 62 62 جملة. أيه. تبارك الله. وبالنسبة للفرادي اللي بغى يفرد؟ الفرادي كاين 64 كاين 62 كاين 66 كاين 60 ما قاداش في التفريق. وفي السنة اش دايرة؟ نيسنا لهلي نيسنا لهلي تبارك الله تبارك الله. السوق كي داير اليوم؟ السوق اخويا مع داروا هاد الشبكة لينا اليوم هنايا ومعايا الله حول
راه باقي شويه برا الصوم. بالنسبه للعياد دخل عندكم هنا ولا مازال؟ لا هي ساكت. وبالنسبه للسوق زايده شي حاجه اليوم ولا ما زايداش؟ نفس الثمن اللي كاين هو اللي كاين؟ حتى حاجه ما زايده. بارك الله. والمرقد ديالها منين هذا؟ هذه ولاد سعيد ولاد عم. ولاد سعيد تبارك الله. كتليف. ليكو تبارك الله. نديرو لايكو مليحة المعلم تبارك الله. جايين عندك اخوك ديال مر 65 ديال 65 تبارك الله. واش داير في السم؟ ني تبارك الله. تبارك الله. اخو اللي مليح هذا واش داير في السن هذا تاهو؟ تاهو عينك ماما عينك ماما. الاخر اللي بحدايا مني هذا تاوتني شدي هذا الثمن مناسب للفلاح ولا تبارك الله. نواح حسبو في الروج. نواح حسبو في الروج. تبارك الله. سير ريدو الباس سير خذ لك هذاك نفس. بالنسبة للسوق اليوم كي داير السوق؟ بالنسبة للسوق اخويا المليح فيه الثمن المليح خارج والعنان والحطب راه ما بقاش خدام. بالنسبة للعياد داخل اليوم؟ العياد اخويا الحريفية كيدوروا مع بعضياتهم. هما اللي كاينين دابا؟ العياد ما كاين لكن شي عياد داير في كوارا وليك. دابا الناس اللي كيتقداو الكسابة دابا؟ الكسابة العياد باقي ما بانوش باقا راه باقي 17 يوم 17 يوم 17 يوم تقريبا كيدير الثمن بالنسبة للثمن ديال هذا العام وذاك العام اللي فات؟ كاين الثمن ثمن خيالي. شحال زيد على ذاك العام اللي فات؟ زيد 500 درهم 600 درهم على العام اللي فات. والفوق والمليح بثمنه عندك المليح راه بحالي مرتك 74 الاثمنه ديال 1000 كي دايره؟ 74 نخاله 56 شعير 70 والاثمنه ما مقاداش والعلف والناس مصيره خاصها 70 درهم الله يكون في العون. الفلاح راه هو مصير العام كامل هو سارح والعام كامل هو يصير العلف ليل ونهار وفين الخروج راه بشحال ما باع راه ما سالكش راه بنادم كيبدل فلوس الروتين ديالو راه ما عندوش واحد الحاجه كيجي واحد العياد اللي عنده واحد الفرصه في العام كتقول له واحد الثمن كيقول لك لا بزاف عليا حتى كتشريها مره في العام تمشي جا داك السيد اللي سارح العام كامل 12 شهر 366 يوم تاع نهار واحد عندك في العام جاتك 60 ولا 70 ولا 80 جاتك كثيره راه كاين الخروف ديال 30 سير ديال 30 انت 60 باغي تاخذ ديال 60 باغي تاخذ 30 ما يمكنش سير على قدك ما عندك سير على قدك خذ ب 40 خذ حوليه راه كاين حوليه ب 40 راه راسو صك من حولي ديال 80 والله يكون في العون والله يحد الباس كل ياخذ على قد جهده كل واحد ياخذ على قد جهده الغليظ اخويا بثمانه الغلط كاينه 75 كاينه 160 كاينه 120 كاينه 130 واحد ولا بلجيك راه ما مقادش بنادم كيما قلت ياخذ على جهده هذا البلجيكي تالينا 42 42 تبارك الله اش داير في السن تبارك الله ستاسي ستاسي مرقد عندو منين؟ هاد السلالة منين هادي؟ من سيد العيدي من سيد العيدي من السول الأصل ديالها منين؟ الأصل ديالها البروج البروج المرك ديالو الأصل ديالو خنيفرة خنيفرة تبارك الله تالينا الشباب هذا 56 تبارك الله اش داير في السن هذا؟ سنة الحليب عطاوك شي حاجة ولا مازال؟ عطاوك 40 تبارك الله
هذه المرقد ديالها منين هي؟ هذه مش بن صالح. اي بن صالح تبارك الله. عينكم ما تبارك الله. عندك المليح تبارك الله. سالينا خويا الخير تبارك الله. 65 من عمي. 65 جملة. جملة. وبالنسبة للفرادي. الفرادي عطينا 68. عطيت 68. واش دايرة في السن؟ سنان حليبتني. سنان حليبتني تبارك الله. تبارك الله عينكم ما تبارك الله شي زين والله تبارك الله. السوق اليوم كي داير؟ السوق شويه بالنسبه للاثمنه السوق طالع ولا هابط ديالها؟ طالع شويه زيد شحال زيد تقريبا اليوم؟ زيد يقول 100 درهم زيد في اليوم ضروري. سالينا بخير تبارك الله. 68 جمله. بالنسبه اللي بغيت تفرد فرادي بشحال يدخل؟ 74. بالنسبه للسن اش دايرين؟ السن سنان حليبتني. سنان حليبتني. تبارك الله. تمام تالينا اخويا 48 جملة. وبالنسبة للفرادي بشحال تفرد؟ 48 50. اش دايرين في السن؟ تبارك الله. المرقد منين هذا؟ ياسر تبارك الله. تبارك الله السلعة مليحة. المرقد ديال بيسر اصاحبي اللي بغا يجي بيسر يدور على اليسار. اللي بغا يجي بيسر يدور على اليسار. سالينا الحاج 52 كنقولوا 52. وبالنسبة للفرادي بشحال تفرد؟ هذا ما كنقولوا 52 جملة. الفرادي لا. الفرادي كل واحد شي حاجة اللي بغا شي حاجة كنقولوها. تقريبا الفرادي منين يبدا هنايا؟ الفرادي كيبدا دابا 54 56. المرقد ديالها منين؟ المرقد؟ من هنا من ولد. تبارك الله. الله يسخر الحاج السيد تبارك الله. الله يجيب التيسير. أربعة وسبعين. 74 لواحد. اش دايرين في السن؟ سنان الحليب. سنان الحليب تبارك الله. كامل ثلاثة سنان الحليب. تبارك الله. المرقد ديالهم منين هادو؟ هذا تم خوه هذا خويا بن صالح. خويا بن صالح تبارك الله عينكم ماما. عينكم ماما.